السلام عليكم ورحمة الله طلبتي الأعزاء. المحاضرة الآن نتحدث بها حول الفيرست أوردر، يعني الديفرنشال إكويجن. إحنا بداية المحاضرة السابقة كانت الديفرنشال إكويجن، المعادلات التفاضلية، وحكينا على هذه المعادلات التفاضلية. تحدثنا عن شنو المعادلات التفاضلية، وشرحنا شنو الأوردر والديجري والفرق بيناتهن. وبعدين أخذنا يعني مجموعة أمثلة أخذناها، هذه solver problems حليناها. وبعدين رحنا إلى الطريقة الأولى اللي هي variable separable، طريقة فصل المتغيرات. يعني فكرتها شنو؟ إنه كل المتغيرات اللي بيها y تصير ويا دي y، هاي هي الصيغة العامة مالتها، كل y تصير ويا دي y وكل x ويا دي x. بعدين نسوي انتجريشن، ورا الانتجريشن نبسط المعادلة. هاي كانت المحاضرة السابقة أو الفيديو السابق. وصلنا للطريقة الثانية اللي هي الهوموجينيس. الهوموجينيس هاي قدامكم، إنه الهوموجينيس تكون شنو؟ الإكويجن of the form dy over dx يساوي function of y over x. هاي شنو معناها؟ يعني dy over dx احنا اذا ما قدرنا نسوي variable separable بهالحالة شو نسوي؟ اذا ما قدرنا نسوي variable separable نخلي صيغة انه y over x، لازم عندنا y على x يصير. اذا عندنا معادلة خليناها dy over dx بهالجهة وبهالصفحة هذه اللي هي يعني خلينا نقول بالطرف الايمن والطرف الايسر، هذا الطرف الايسر يكون dy over dx، الطرف الايمن تكون كلها عبارة عن y over x. فبهالحالة نقدر نشتغل بقاعدة الهوموجينيس. It's called a homogeneous equation. In this equation, the variables cannot be separated. يعني بهاي الطريقة ما نقدر نفصل ال y واحد ويا dy وال x نخليها ويا dx. ما نقدر نسوي هذه العملية. فنلجأ إلى الأسلوب الثاني اللي نخليها بصيغة y over x. وهاي نسميها homogeneous الطريقة اللي هي first order. But can be transformed by a change of variable into equation where the variables can be separated. يعني في هذا النوع من المعادلات المتغير لا يمكن فصله، لكن يحول بواسطة تغير ضمن معادلة نستطيع فصله. To transform a homogeneous equation such as equation 1 into an equation where whose variables may be separated, we introduce the new independent variable. هيكون عندنا ال y over x نسميه v. v شوية بيها كسرة هنا زايدة، يعني هذا ال y over x راح نعوض عنه v. فيصير عندي شنو؟ ال y يساوي vx، يعني هنا طرفين في الوسطين. بعدين dy over dx تساوي v زائد x dv over dx، ونعوض واحد، يعني نعوض substitute in one، تتعوض بالمعادلة الأولى هذه اللي هي هاي المعادلة. فتصير عندنا v زائد x dv over dx. هذه عملية اشتقاق بالأحرى، شلون إذا يشتقون المعادلات اللي راح نتوصلون بها إلى صيغة نهائية اللي هي the equation is variable separable higher. هاي الصيغة dx over x زائد dv على v ناقص function of v يساوي صفر. اللي عليك شنو؟ أنه تحفظ هذا القالب، هذا قالب ينحفظ. منين إجا؟ إجا من نهاية الطريقة، أنه ال y over x تساوي ال v، بعدين الطرفين بالوسطين، بعدين ال y هذا نسوي له شنو؟ مشتقة، نشتقة dy over dx. فال v ما بيها تبقى، وهنا ال x dv over dx، يعني هذه صارت الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. زين، بعدين تتعوض بالمعادلة الأولى تطلع هاي الطريقة، وبالنتيجة يصير انه توحيد مقامات وكذا، فيكون عندنا قالب جاهز اللي هو هذا dx over x زائد dv على v ناقص function of v يساوي صفر. Then after solving this equation, the original equations may be obtained by substituting y over x for v. بعدين يقول بعد أن تحل هاي المعادلة راح ترجع لأصلها، ترجع الـ V
إيه لا واي اوفر اكس، ايش عندك في يرجع واي اوفر اكس. طبعا هذا شرح نظري، يعني هسه انا اذا اشرح لك ثيوريتيكال شنو الطريقه شنو وضعيتها راح يتبين ويتوضح كل هاي التفاصيل بالمثال اللي راح احله، اللي هو هذا المثال، اول مثال solve a problem. We'll show that the following equation are homogeneous and solve. بأثبت بأن هاي المعادلة الآتية هي homogeneous وحلها. Okay, x تربيع زاد y تربيع dx زاد xy dy يساوي صفر. شلون أخلي هاي المعادلة homogeneous؟ هنا مثل ما تعلمنا بالفيرست أوردر، شلون تعلمنا بالفيرست أوردر؟ أنه نقسم، فنستخدم طريقة التقسيم. نجي نشوف هاي المعادلة نباوع لها زين، انه ترهم تتقسم او ما ترهم، فنباوع نقدر نقسمها، فنقسم البسط والمقام على اكس تربيع. قبل ما نقسم نسويها بصيغة الهوموجينيس. شلون الهوموجينيس؟ يريد الهوموجينيس دي واي اوفر دي اكس، فاجي اقول هذه اكس تربيع زاد واي تربيع دي اكس تساوي ناقص xy dy. إذن dy over dx اللي ويا dy حينزل جوه، اللي ويا dy باوع، هاي من أضرب هالطرفين بالوسطين ترجع، والناقص هو باقي لأنه أني هذا الناقص جاني من تحويل هذا المقدار حول هذا الطرف صار ناقص، فهي الناقص بقت. اللي ويا dy xy صار وين؟ بالمقام، لأن dy بالبسط هنا. واللي ويا dx اللي هي هذه لي اكس تربيع زائد واي تربيع صار وين؟ صار بالبسط. شوف دي اكس ويا هاي الاكس تربيع زائد واي تربيع. اوكي هسه توضحت انه هاي دي واي اوفر دي اكس اول شيء هاي حصلتها، هاي دي واي اوفر دي اكس جبتها. بعد شنو اريد احصل هذا الطرف؟ اخليه واي اوفر اكس، هذا الطرف الايمن الايسر دي واي اوفر دي اكس حصلته جبته. اوكي بقى هنا الشغل، شلون هنا اسوي شنو؟ اجي اكس تربيع زائد واي تربيع وهنا اكس واي، لازم من اقسم البسط على فد مقدار معين اقسم ويا المقام بنفس هذا المقدار. يعني ما يصير اجي اقسم البسط على اكس تربيع او اكس واقسم المقام على اكس تربيع، يعني واحد اكس وواحد اكس تربيع، لا غلط. لازم اقسم البسط على اكس والمقام على اكس على سبيل المثال، او اقسم البسط على اكس تربيع والمقام ايضا على اكس تربيع. هاي من بديهيات وشروط الرياضيات وشروط توازن المعادلات. هون عندي البسط يتقسم على قيمة، المقام أيضا يتقسم على نفس القيمة، فبهالطريقة راح شنو؟ أقسم البسط والمقام على نفس القيمة اللي هي شنو؟ على مود يجيني y over x أقسمه على x تربيع، أقسمه على x تربيع، راح يصير عندي x تربيع على x تربيع واحد، وهنا y تربيع على x تربيع، ارفع التربيع من البسط والمقام اخليه عليك على عليهم كلهن مثل هاي. هي هاي بالاصل كانت واي تربيع، هاي اكس تربيع، سويتهم قوسين وخليت التربيع فوقهن على مود واي اوفر اكس يجيني. وهنا من اقسم على اكس تربيع راح شي يصير؟ راح الاكس ويا الاكس تروح، يبقى اكس وحده بالمقام فيصير واي اوفر اكس. وبالتالي انا حصلت الصيغه اللي اريدها اللي هي الدالة باليمنى كلها عبارة عن y over x. خلي يجيني واحد، يجيني ناقص واحد، يجيني خمسة، يجي عشرة، بس ما يصير يجيني y واحدة أو x واحدة. هاي جدا مهمة تنتبه عليها طلابي الأعزاء، هاي من الأخطاء اللي يخطئون بها الطلاب، يقولوا هاي أنا سوينا variable separable. لا، variable separable يصير لما ال y over x بكل مكان، ومن يكون عندك واحد أو اثنين أو ناقص أو أي قيمة، أوكي ماكو مشكلة، بس لا تكون أكس وياها هنا أو واي وياها هنا. مثل هاي، شلون هسه هاي الصيغة؟ هاي صح، هاي صيغة واي أوفر إكس. حصلنا هاي الطريقة بعد أن كملنا وهيئنا الأمور بهاي. شوف هاي سويناها دي واي أوفر دي إكس، وهنا دالة بها واي أوفر إكس، هنا كلها واي أوفر إكس. بعد ذلك شنو؟ ال y over x تجي هاي الخطوة، هاي ال y over x تساوي v، أجي أعوض عن y over x v، فصار عندي واحد زائد v تربيع وجوه بالمقام العفو v، فبالبسط واحد زائد v تربيع بالمقام v. هذا المقدار كليته أسميه function of v، هذا يصير هنا راح يصير function of v. شوف
شوف هذا المقدار اللي هو ناقص، هذا الناقص الأصلية هنا، هنا صار الواي على اكس في، واحد زائد في تربيع على في صار function of v. اوكي من سويت function of v اجي اطبق الصيغة العامة مال هاي، هاي بها صيغتين يعني. اول صيغة هاي انه نخليها شكل dy over dx function y over x، وبعدين يعني اول ستيب هاي، ثاني ستيب تفرض ال في واي اوفر اكس، ثالث ستيب تكتب هذا القانون. بعد ان تهيئ مو واي اوفر اكس سويت كلها في، تصير عندك فانكشن اوف في. شلون هاي صارت فانكشن اوف في، ورا الفانكشن اوف في تيجي تطبق المعادله الاخيره هذه اللي هي دي اكس اوفر اكس. هنا تكتب دي اكس اوفر اكس زائد دي في على شنو؟ على في ناقص فانكشن اوف في. هاي تحفظها، هاي انت جاهزه حافظها، دي اكس على اكس زائد دي في على في ناقص فانكشن اوف في يساوي صفر. بعدين تعوض عن فانكشن اوف في، شنو هاي؟ تجيب هالمقدار كليته هذا تعوضه بمكان فانكشن اوف في، والناقص هاي بالقانون فتصير ناقص في ناقص زائد واحد زائد في تربيع على في. بعدين تسوي توحيد مقامات هنا 2 في واحد زائد في تربيع وهنا دي اكس اوفر اكس توحدها. اوكي فالفي هنا عامل مشترك، ففي تقسيم واحد في في المقام في، فصار في تربيع، ففي تربيع زائد واحد زائد في تربيع، يعني في تربيع زائد في تربيع 2 في تربيع، واحد زائد اثنين في، عشان جت واحد زائد اثنين في تربيع، عمين غلطون بيها. او بعدين الدوخ ما تعرفها شنو اثنين، ليش اثنين صارت؟ لان هنا توحيد مقامات، هاي وحدنا المقامات فصارت هاي واحد زائد اثنين في تربيع. زين دي اكس اوفر اكس زائد في دي في على واحد زائد اثنين في تربيع، عندي بسط ومقام اريد اسوي انتجريشن على متخلص من الدي اكس والدي في بالانتجريشن، لان هاي مشتقات بها دي اكس، فتسوي الانتجريشن تكامل راح تخلص من الدي اكس. تكامل هنا سهل، دي اكس اوفر اكس راسا لين. ليش لين؟ اللين يعني شنو معناتها؟ اذا عندنا المقام والبسط مشتقه للمقام يعني لين المقام، هاي يعني معروف لين المقام. شلون يصير؟ لما تتوفر مشتقه المقام بالبسط، هنا مشتقه المقام واحد ما توفر، هنا مشتقه المقام ايش قد؟ 4 في، واحد زائد في تربيع مشتقتها 4 في، عندنا في فأربعة سهلة أضرب في أربعة وأقسم على أربعة فوفرت الأربعة في، فأقدر همياً رأساً أكاملها. أقول هاي الأربعة اللي هي بالمقام تبقى والأربعة الفوق تروح، لأن التفاضل مال الواحد زائد اثنين في تربيع، فواحد على أربعة لأن المقام واحد زائد في تربيع، تكامل صفر سي كونستنت. ونبسط عملية تبسيط، بعد نضرب الطرفين في أربعة، هنا أربعة لين إكس، هذه الأربعة تروح تصير لين واحد زائد اثنين في تربيع، هنا سي تصير أربعة سي، هم الأربعة سي وتساوي سي أو سي ون، هنا نتس أزيو لك أزيوش، تقدر تخليها سي ون أو سي، هي إتس أوكي ماكو مشكلة، بس خلي الأربعة سي على مدى فتهم إنه أنت مفتهم إيش تسوي. بعدين الأربعة لين إكس استغل قانون اللين اللي هي هاي، أرجعها الأصل هاي اللي هي هاي كانت لين إكس أس أربعة هذه، وهذه لين واحد زائد اثنين في تربيع، يعني هاي خطوتين في خطوة واحدة سوى. أول خطوة رجع الأربعة خلاها فوق، والخطوة الثانية اللين زائد لين أصلها مضروب، كان لين إكس أس أربعة في واحد زائد اثنين في تربيع، شوف وتساوي لين سي، وتساوي لين سي، طبعا لين سي همين تقدر تقول سي. هسه ناخذ الاي تو ذا لين للطرفين، ها شوف كاتب لك ناخذ اي تو ذا لين للطرفين، فتصبح المعادله خاليه من اللين، تصبح المعادله خاليه من اللين، فاي تو ذا لين على مود الاي ويا اللين يتكنسلن، تبقى اكس اس 4 1 زائد 2 في تربيع يساوي سي 1، لان هذا اي تو ذا لين يروح الاي ويا اللين يصير سي، او اذا تريد اي تو ذا سي هم يصير نفس الشيء. هذا الطرف كلش بسيط يعني ما بي شغل، هو كله كونستنت سي 1 سي 2 سي 3 اوكي. وبعدين
وراها اكس اس 4 1 زائد هنا الفي تبي ارجع الاصله بعد خلاص كافي بعد انه في بعد هنا تبي ارجع الفي الى اصله اللي هو شنو هذا اصل الفي هذه 1 واي على اكس على مترجع معادله بدلاله واي واكس فوخر الفي تربيع صار واي تربيع على اكس تربيع وحد المقامات هنا وتكتفي بهذا القدر انه توحيد مقامات اكس تربيع هنا صار في اكس تربيع زائد 2 واي تربيع وتساوي سي هنا كلش كافي هذا وصلت له المقدار من التبسيط هاي طريقه الهوموجينيوس هذا المثال اللي هسه شرحته انا شرح مفصل اكو امثله كثيره ومتعدده بالكالكولاس باليوتيوب بهواي مصادر انه تحكي لك على هاي الطريقه وتعطيك امثله لكن هي الطريقه انا شرحتها ببساطه وبموضوعيه وبسلاسه وستيب باي ستيب بدي اشرح لك فهذه عندنا مثال اخر هذا نفس الشيء همين تجي اول مره هذه الطرف اكس تربيع دي واي تساوي ناقص واي تربيع ناقص اكس تربيع دي اكس فدي واي اوفر دي اكس اللي ويا دي اكس يصعد فوق يصير هذه المقدار واللي ويا دي واي ينزل الناقص هذا على صفحه عوفه هنا تجي تقسم الطرفين على اكس تربيع نفس الشيء همين على اعلى اس هنا الاكس تربيع تصير واحد هنا الاكس تربيع هذه واي تربيع على اكس تربيع توخرها وهنا الاكس تربيع تروح وحده منهن اللي هي الفوق تبقى اللي بالمقام واي على اكس فصارت عندك المعادله دي واي اوفر دي اكس تساوي ناقص فانكشن اوف دي فانكشن اوف واي اوفر اكس صارت عندك معادله فانكشن اوف واي اوفر اكس فمثل ما قلنا انه عندنا هاي الاكزامبل نفس الفكره انه واي اوفر اكس هاي صارت الفي واي اوفر اكس صارت دي واي اوفر دي اكس تساوي ناقص هاي شنو في تربيع على واحد يعني اتس اوكي نوتنج على واحد يعني يبقى نفسه ماكو داعي تكتب على واحد بعد ناقص في تربيع ناقص في وبنفس الاسلوب اللي نحل به السؤال الاول يعني هذا السؤال الثاني نفس الطريقه مين فانكشن اوف في فهذه تساوي اللي هي صارت شنو فانكشن اوف في ناقص في تربيع ناقص في نزل المعادله سنس دي اكس اوفر دي اكس